السلام عليكم بلد ديالي، كيعاملين لاباس عليكم؟ احوال طيبه، نتمنى كل شيء يكون على خير ان شاء الله، تمام الصحه، مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم ربي بالصحه والسلامه طوال العمر كل ما كتمناو، ونجمعوا كاملين في الحج ان شاء الله. المهم هذا الفلوغ ديال العيد ميلاد ديال بنتي، يلا وجدتوه في المونتاج، ما كانش عندي الوقت مع العواشر والعيد، ضروري كنتي شويه الوقت. المهم حبيت انني نشارك معكم الفلوغ ديال بنتي، واخا غير يعني شويه من الحاجه، يعني التصوير على حسب نتوما عارفين الفتنه ديال عيد ميلاد وداكشي، وكيكونوا الناس ما يمكنش انني نصور كلشي بلا ديتاي ديالو. المهم اللي صورته هو كاينه هنايا، وتحضروه معايا يعني غير شويه من الحاجه. وهنا البنات حبيت انني نشارك معكم يعني لي ديتاي ديال شويه هكا، يعني تشوفوا لي ديتاي ديال عيد ميلاد كيفاش كندوزوا التحضيرات ديالو. المهم هنا كنعدلوا لي باك ديال الدراري الصغار، بالنسبه كنعطيوهم هكا بحال كادو، يعني واحد الكادو باش كيديوه معاهم للدار فرحانين، مور ما كيحتالا يعني العيد ميلاد كيديو معاهم بحال هكا الباك فيه هادشي هذا الحلوى وداكشي، وفيه حتى الحاجات اللي مثلا كان توهم هكا، يعني بحال هادو ديال البابلز ديال شنو نجوى البابلز ديال البواقات ديال الماء، وهادو ديال اللي كينفخو بهم هكا بالصوت. المهم راكم عارفين هادشي، ماشي نقول لكم، وهادو هما الحاجات اللي يعني حنا كنعمرو بهم. ومهم هادشي اللي كاين البنات، وخليكم معنا باش نشوفوا التحضيرات كاملين. المهم نبقى نعمل لكم طرف من الحاجه وصافي.
وهاد البلاصه البنات عندي تحت الدار، المهم حبيت انني عملها له تما باش العيال يرتاحوا ويلعبوا مع راسهم على خاطرهم. التيم اللي عملت له انا هو ديال هاواي، يعني فريش على حسب الصيف، وجا اللون ديالو غزال. المهم غير كملاحظه بالنسبه اللي بغات تعمل بنتها شي تيم بحال هكا ولا الولده، يعني راهو ديال هاواي البنات، وطلبت الزواق من امازون، شي شريته من امازون وشي يعني شريته من الزنقه.
cold. I think they're gonna be finished. Who wants some ice cream? Oh, can you open it? Which one? Which one? Which one? Now you have to eat them. Come on, come on.